نقدر عليها. الحمد لله. اتفضل. فرشي ابو كباتن، ازيك؟ ازيك يا ابو كباتن؟ انت فين يا فرشي؟ محدش بيشوفك خالص. انا تحت امرك يا كابتن. انا احنا يعني جت السيره كده، واحنا افتكرنا سلاح المدفعيه والمغريات بتاعه المدفعيه يا ابو كباتن، وحارس المرمى العظيم اللي كان بيعزوه هو وزملائه. ففرشي بقى فكرنا بالفرقه دي مين يا فرشي؟ فاكر؟ فاكر يا ابو كباتن، كان سيادتك والمرحوم علاء الحمولي، وكان احمد الوزع بتاع الزمالك، وكان الاسناوي والليسي الترسانه، كانت مجموعه والمشاركه كان فيها واحمد هلال واحمد هلال ومحمود عبده فاكر انت؟ كان في المشاه، كان المدفعيه والمشاه زي الزمالك واهلي. فاكر يا كابتن احنا لعبنا ماتش نهائي في النادي الاهلي؟ ايوه فاكر. وكان في 30,000 متفرج. وكسبنا المشاه 3-2. يعني كان زمن جميل. وكان في تيم عندك لعيبه من المحله برضك كتير قوي، كان الكابتن شناوي، محمود عبد الغني ايوه من المحله، وكان في لعيب اسمه سيف من المحله برضو مدفعيه. طب لو سالتك سؤال يا فرشك كده، انت فاكر الجو اللي كنا عايشينه؟ بقول لك يا ابو كباتن، الجو كان جميل، وكان في انتماء حتى المجندين. أيوة. في الانديه كان في انتماء بالنسبه للمجندين، حتى ما كناش بناخد ولا مليم. يعني في الجيش ما كناش بناخد ولا مليم، كان في انتماء وانضباط. وبعدين كان في ناس كبار وناس يعني قيادات محترمه، يعني انت من الناس اللي فعلا تاريخك ناصع، وتاريخك تاريخ يعني ما يتنساش يا كابتن عزه. الله يخليك يا باشا. ف يعني الزمن ده كان زمن جميل، كان منتخب الجيش يعني كان صالح والدزوي، وكان حماده امام والشاذلي، وكان مجموعه جامده جدا. فتره الستينيات كان في نهضه رياضيه خطيره، وامين يسناوي كنت انت، وكان كانت مجموعه جباره. فدلوقتي ما اعرفش يا كابتن، يعني رغم ان اتحاد الكوره حاليا بيبذل قصارى جهده، يعني في ظاهره موجوده دلوقتي يا كابتن هاشم. ايوه. اتحاد الكوره عامل دوري قطاعات اللي ماسكه اللي هو اسماعيل اليمني. أيوة. الدكتور طه الطوخي. ايوه. عاملين طفره جميله جدا جدا على مستوى البلد. يعني يا كابتن عزت، دور القطاعات ده مصر هتستفيد منه في المرحلة اللي جاية تماما. يعني دور القطاعات شغال دلوقتي بقاله خمس بقى 3-4 سنين دلوقتي. ايوه شغال من سنة 93 يا فندم. دوري قوي جدا يا كابتن. يعني في انضباط، وتحس ايه اللي هو اسماعيل اليمني وطه الطوخي عاملين مجهود جبار، واللي هو حرب. يعني في ايجابيات السنة دي كتير بالنسبة لاتحاد الكورة، حتى لجنة مسابقات بالنسبة للتحكيم.